مساء الخير مشاهدي قناه اون تايم سبورتس في كل مكان، كل ما يخص الالعاب الرياضيه في كل الملاعب والصالات، ودايما شعارنا هنا زي ما ملاعبنا كتير ابطالنا اكتر بكتير. الحقيقه النهارده حابه في بدايه الحلقه اتكلم عن موضوع مهم جدا، هو التكريم. تكريم الابطال الرياضيين، طبعا تكريم ابطال ولاعبين الرياضه المصريه مهم جدا، وفي الحقيقه بيشجع اللعيبه اللي لسه ما حققوش اهدافهم وحلمهم، اكيد بيديهم دافع قوي جدا ان هم يفضلوا يتمرنوا ويتعبوا عشان يقدروا ان هم يحققوا الانجاز ويوصلوا لنفس منصه التكريم او منصه التتويج اللي سبقوهم قبل كده ابطال كانوا هم القدوه ليهم، شافوهم وهم بيتكرموا بالفعل، وقفوا والكل في الحقيقه فخور وفرحان بيهم وبالانجازات اللي هم قدروا ان هم يحققوها ويسطروها في تاريخ الرياضه المصريه. الابطال دايما بيكونوا عايزين الدافع المعنوي. الدافع المعنوي مهم جدا قبل الدافع المادي، اكيد الدوافع الماديه مهمه، ولكن الدافع المعنوي بيبقى مهم جدا عند اللاعب. يكون عند اللاعب هدف عشان يفرح اهله او يحقق شيء لبلده، بيكون اهم من اي حاجه تانية عنده انه يكون رقم واحد في الرياضه اللي هو بيلعبها. ده بيخلق عنده اصرار وتحدي كبير جدا يخليه يحاول اكتر واكتر مهما وقع ومهما مر بظروف صعبة ان هو يقف من تاني ويسعى انه يحقق الهدف اللي هو حطه. من كام يوم كنت مع حضراتكم هنا برضو واتكلمنا ان وزارة التربية والتعليم حطت صورة لاتنين من ابطال مصر الاولمبيين على كتاب الانجليش بتاع الثانوية العامة. الابطال دول هم احمد حسام الجندي، طبعا صاحب فضية الخماسي الحديث في اولمبياد طوكيو، وفي ريال اشرف اللي جابت الذهب في الكاراتيه. ده تكريم ودافع في نفس الوقت، تكريم الاثنين. اثنين من ابطال مصر دول حققوا انجاز كبير، قدروا ان هم يرفعوا علم مصر في اكبر محفل في الرياضه وهو الاولمبياد، ودافع للابطال الصغيرين اللي لسه بيبداوا حياتهم وبيحددوا اهدافهم. الكتاب كان على غلافه كمان، يعني مع احمد الجندي وفي ريال اشرف ياسمين مصطفى، دي نبغه مصريه في مجال البحث العلمي والتكنولوجيا، والمؤلف البريطاني الشهير تشارلز ديكنز. عشان يكون شامل لاهداف الطلاب وطموحهم في الحياه، وفي نفس الوقت بيدي قيمه ومعنى كبير جدا لقيمه الرياضه، وانها لا تقل عن اي جانب تاني من جوانب الحياه. كنا في وقت من الاوقات ساعات الاهالي يقولوا لا لازم تذاكر وبعدين تبقى تلعب رياضه، لا الرياضه بقت مهمه جدا وبقت من اساسيات حياتك عشان يطلع عندك ولد صحي، يطلع عندك ناشئ صحي، تبعده عن اي حاجه تانية ممكن تشتت انتباهه ويبقى شخص ناجح بعد كده في حياته. لكن بالنسبه للطالب اللي بيمارس رياضه معينه، انه يشوف كل يوم صوره لابطالنا موجوده على كتب أصحابه أو زمايله بيفتحوها كل يوم وبيدرسوا منها، ده بيخلق في الحقيقة عنده هدف وحلم إن هم ممكن يشوف نفسه في المكان ده في يوم من الأيام. شوف كم بطل بقى أنت بتصنعه عنده إصرار وعزيمة إنه يكون في يوم من الأيام مكان في ريال أشرف أو أحمد أسامة الجندي أو غيرهم كتير من الأبطال اللي شرفونا. ياريت وزارة التربية والتعليم، يعني الفكره دي كانت فكره رائعه، يا ريت تحط كل ابطال مصر على كل الكتب الخاصه بكل المراحل التعليميه حتى من الابتدائيه، يعني من السن الصغير تبتدي تعمل الفكره دي. مصر مليانه بابطال كثيره جدا في كل المجالات، مش بس بنقول في المجال الرياضي بس، لا احنا عندنا في كل المجالات الحمد لله في ابطال. مصر عندها ابطال ونماذج مشرفه في كل مجال ممكن تبص عليه، ونحط نبذه عن كل بطل قدر ان هو يحقق انجاز او هدفه. اللي بقوله هنا او النقطه اللي عايزه اتكلم فيها، مش الفكره ان انت توجت او ان انت جبت ميداليه اولمبيه او انت حققت الهدف، لا الهدف اللي اتحقق ده كان ليه مشوار طويل. لازم نتكلم عن الصعاب، لازم نتكلم عن الوقت الصعب اللي مر بيه، لان الطريق عمره ما كان ابدا طريق سهل او سلس. لازم تمر بصعاب، لازم الولد الصغير اللي لسه بيبدا مشواره يعرف انه هيلاقي قدامه عقبات وصعوبات كبيره جدا، لازم يبقى عنده الباك جراوند للموضوع ده، هيواجهها زيه زي الابطال اللي سبقوه ومروا بيها، قدروا ان هم يتغلبوا عليها ويصنعوا المستحيل في وقتها هم كانوا شايفينه مستحيل ولكن بقى حقيقه، ويحققوا هدفهم، يبقوا قدوه
للطلاب والطالبات دلوقتي. طبعا ده كله هيشكل لي أولادنا أو أطفالنا دافع كبير وأهداف أكبر ووعي في المجال اللي هم هيحبوه. أنا بتكلم على كل المجالات مش الرياضة بس، ويتمنوا أن هم يحققوا فيه أكيد إنجاز كبير. وطبعا وجود لاعب لسه بينافس أو بنشوفه، أنتوا اللي شايفينهم مع حضراتكم على الشاشة دول كلهم لسه أعمارهم السنية صغيرة جدا لسه بينافس، ده مؤشر قوي سواء للاعبين أو الطلاب واللاعبين الشباب. أحمد الجندي عنده 21 سنة، أحمد بيستعد كمان لأولمبياد باريس إن شاء الله 2024، إن شاء الله يكون ليه نصيب من الذهب هيشارك فيها في ريال أشرف صاحبة الذهب طوكيو للكاراتيه، عندها 22 سنة في ريال كمان بتستعد لبطولات العالم للكاراتيه. ده بيزيد من قوة الشخصية المؤثرة بالنسبة لحياة ولادنا وحياة اللاعبين الشباب، إن قدوتهم لسه موجود وبيلعب ويقدر يشوفوه ويستمتعوا بالرياضة اللي بيمارسها. بتعمل حاجة كمان بتزيد من شعبية الرياضة دي ومدى انتشارها بشكل كبير جدا. لو هنتكلم عن الخماسي الحديث مثلا من الرياضات الجديدة على الرياضة المصرية، لكن أحمد الجندي خلاها تختلف في التوقيت دلوقتي وخلى ليها شعبية كبيرة جدا. لما يجيب أحمد فضية في طوكيو بيخلي كل العيون والأنظار تروح عليها. احنا بنحقق في الخماسي الحديث، احنا عايزين ولادنا يلعبوا في الخماسي الحديث، الأهالي كمان مش الولاد الصغيرين بيبتدوا ان هم يركزوا على الألعاب اللي احنا مميزين فيها. كمان هيكون عنده الدافع والطموح من الألقاب لأنك بتقرمه، ده بالنسبة للاعبين في الحقيقة، وهو لسه موجود وبيلعب وبيحس بقيمة إنجازه وانه حقق شيء كبير قوي لبلده، وبلده بترد ليه ده بالتكريم، كلنا بنقول له شكرا، وانه يكون شخص مؤثر في حياة الكتير. فبنتمنى من وزارة التربية والتعليم ان هي تستمر في الفكرة الرائعة دي، فكرة في الحقيقة أكتر من رائعة، وتختار أبطالنا المختلفين زي ما قلت لحضراتكم في كل مجال، هم كتير ولكن أكيد يستحقوا التقدير. طولت عليكم ولكن كنت حابة طبعا أتكلم في النقطة دي في الأول، لأن أعتقد أن هي لو اتفعلت بشكل أكبر هتكون مؤثرة بشكل كبير في نشأة ولادنا الصغيرين. النهاردة دي في حلقتي بإذن الله هيكون معايا الكابتن خالد فتحي المشرف العام على قطاع كرة اليد بنادي الزمالك، وأنا هنتكلم في حاجات كثيرة جدا مع النهاردة، استعدادات النادي لبطولة كاس العالم للأندية سوبر جلوب اللي هتقام في السعودية أكتوبر اللي جاي، هنفتح معاه كمان أكتر من ملف نادي الزمالك مواجهته ببرشلونة الإسباني، أكيد هتكون مواجهة قوية جدا، وكل ما يخص نادي الزمالك بالنسبة لكرة اليد الفترة المقبلة.